أبدأ من شيشاوا معك أميرة، هل الطرق إلى شيشاوا سالكة أمام قوافل المساعدات والإنقاذ؟ نعم وعد، في واقع الأمر الطرق سالكة لكنها طرق بعيدة جدا جدا. شيشاوة أو إقليم شيشاوة هو تابع لجهة مراكش آسفي، يبتعد عن مراكش المدينة تقريبا أكثر من 120 كيلومتر. الطريق للوصول يعني كانت طريق شاقة من حيث يعني طولها، وأيضا كانت طريق صعبة، إلا أنها كانت سهلة نوعا ما بالنسبة أو مقارنة بتلك المناطق الأخرى الواقعة بإقليم الحوز على غرار منطقة أمزميز أو آسني أو غيرها. دعيني وعد يعني أقول مكاني الآن. نحن نتواجد الآن في دوار تجرار، هذا الدوار التابع لمنطقة أسيف المال، أسيف المال التابعة لإقليم شيشاوة. أين نوجد الآن؟ في أول هذا الدوار كما تشاهدين هناك يعني منازل مهدمة بالكامل، هذا الحي تقريبا أكثر من نصفه هدمت فيه المنازل وانهارت بسبب الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة، وحتى المنازل الأخرى التي ظلت صامدة إلى حد ما شهدت تصدعات كبيرة وغادرها السكان مخافة من أن تنهار في أي لحظة ما. عموما الوضع هنا وضع صعب كما تبرزه الصورة، خاصة أن الأشخاص الذين فقدوا بيوتهم يعني تحصلوا على خيام في واقع الأمر يعني ليست خيام مهيئة بالشكل الكافي، ولا يوجد فيها يعني أبرز المرافق، رغم أن المساعدات بين الحين والآخر تصل إلى هذه المنطقة، والتدخلات العسكرية خاصة أن في إقليم شيشاوة أو أول إقليم شيشاوة يوجد يعني تموقع عسكري كبير ووحدات المسلحة القوات المسلحة الملكية وغيرها من قوات المساعدة تحاول الوصول إلى هذه المناطق. وعد، في واقع الأمر أسيف المال وأيضا المنطقة الأخرى التي سنتحول إليها مباشرة بعد هذه المداخلة أداسيل هما من أكثر المناطق المتضررة في إقليم شيشاوة، هذا الإقليم الذي يعني بالنسبة للتضاريس هو إقليم يكون بين الجبال وبين السهول. عموما